بالنسبه للناس اللي باغيين يصوبوا المطبخ، من الاحسن ما يبنيوش، يصوبوا البوطاجين، يصوبوا البوطاجين بالالومنيوم ويحطوا فوق منه رخامه، كيجيو صنادق بحال هكا، صندوق صندوق كيتفيكسا مزيان وتحط فوق منه رخامه، كيجي صحيح مزيان. بالنسبه للفوقاني، الفوقاني تا هو كيجي صنادق فيهم ما تفوتش متر 80 هكا متر، المهم باش كيكون صندوق خفيف وفي التركاب كركبوا التليفون، كيجي صحيح مزيان وكنجمعوا صندوق مع صندوق. من الاحسن ما يكونش صندوق كبير بحال اللي كيديروا 3 متر 2 متر ويجي يركبوا، هذاك مع المدة غادي يهود عليك غيطيح، كيجيش صحيح بحال هكا، وكيجي مودرن شي حاجة زوينة.